السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد او تسريبات جديده برضو او اخبار جديده. فطلع خبر اليوم ان ابل راح تعلن عن المؤتمر القادم لها في مارس، فنهايه شهر مارس، يمكن 31 مارس تقريبا، اذا كان ذا الشهر 31 او 30 ما ادري والله، بس اتوقع 31 مارس. فلو نتكلم بدايه مارس، ابل مو كثير تنزل فيها اجهزه او تسوي مؤتمر فيه برضو، لكن السنه راحت والسنه اللي قبلها سوت فيه مؤتمرات. السنه راحت تقريبا سوت فيه مؤتمر في يوم 25 مارس، والسنة اللي قبلها في 2018 سوت في 27 مارس. السنة راحت نزلت الأبل أركيد، نزلت أبل كارد، ونزلت الألعاب حقتها والأبل تي في بلس أعلنت عنه والأشياء دي كلها. لكن السنة اللي قبلها برضو نزلت الأيبادات رخيصة. فالحين تسريبات حقها الجديدة اللي طلعت إن أبل في المؤتمر حقها في نهاية شهر مارس راح تعلن عن الأيباد برو الجديد. أوكي، تطلع تسريبات تقول لك الأيباد برو ينزل في سبتمبر، تطلع تسريبات تقول لك في أكتوبر، الحين طلع تسريب جديد إنه راح ينزل في مارس. فأوكي، أيباد برو جديد، فإذا نزل في مارس راح يكون مع معالج الـ A13X، المعالج الجديد اللي إلى الآن ما في أي جهاز أصلاً موجود فيه، ولا ندري كم راح تكون قوته وكل شيء، التعديل حقه يعني. فننتظر ونشوف الـ A13X على الأيباد برو الجديد، وبرضه الـ A13 على الآيفون 9 أو الـ SE2، ما أدري إيش بيسمونه. فإذا كانت تمشي تسريبات كذا فراح ينزل الآيفون الـ SE2 أو الآيفون 9، هو نفس الآيفون 8 لكن بمعالج الآيفون 11 و 11 برو 11 برو ماكس، نفس المعالج فيه، ويأخذون كاميرا من كاميرات الآيفون 11، ما أدري يمكن الوايد أنجل يحطون تكون أفضل ويحطونها فيه كاميرا واحدة، والكاميرا الأمامية تكون برضو 12 ميجا بكسل نفس الآيفونات 11، فممتاز يكون، وفي بصمة في زر اللي تحت، فحركة حلوة، وسعر رخيص يكون يمكن حدود 499 يعني 500 دولار يمكن، يعني جهاز ما راح يتعدى 1600 1700 ريال، معالج قوي يعني، معالج يجلس معك 4 سنوات 5 سنوات بالتحديث، وبطارية راح تكون أقوى من الآيفون 8 100%، لكن الشاشة ما أدري كيف يعني بيخلونها 720 أو شيء، فما تكلمنا كثير عن تسريبات الايفون 9، تشوفون الفيديوهات اللي راحت عشان تعرفون. اما الايباد، اذا نزلوا الايباد الجديد، الايباد الجديد تكلمت برضه عن تسريبات في فيديو قبل شوي او قبل يومين سويته، انا قبل شوي قاعد اسوي اخراج ولي نحن ما بعد نزل الفيديو، وتكلمت عن الايباد الجديد راح يكون فيه 3 كاميرات، معالج A13X، الكيبورد سيزرز كي بيكون فيه، ان شاء الله يحطون فيه تراك باد، ما ادري هل بيحطونه ما يحطون فيه، ماتيريال غير. القلم لو بيتكلم عن القلم انه ما في اشاعات كثير، لكن في طلعت تسريبات قبل سنة تقريبا ان في قلم راح ينزلون جديد برضه في تاتش في نفس القلم، مع ان القلم الايربودز برو الجديد في تاتش لكن دبل كليك، يعني تلمس مرتين يحولك المساحة او شيء على حسب الاختيار حقك، لكن الجديد يقولون ممكن في سكرين او في شيء يصير، ما ادري ايش بيسوون فيه لكن نشوف قدام. وبرضه اذا نزلوه في مارس ما اتوقع يكون فيه 5G، لان طلعت اشاعه انه في الايباد الجديد اللي بينزل راح ينزل فيه 5G، فلازم يكون في سبتمبر يمكن. كنا نشوف هل ينزلون في مارس مع ال 5G، سبتمبر ينزل الايفون 5G، لكن كذا يكون الايباد في 5G قبل الايفون، ما ادري والله، ما ادري الحسبه حقتها كلها. فنتكلم كبدايه، وبرضه في التسريب الجديد، التسريب سويته قبل اسبوعين تقريبا، تكلمت عن شخص، تكلم عن شخص موثوق، وتسريباته كلها اغلبها تكون حقيقيه او واقعيه، يعني بعد فتره تنزل ابل الاشياء اللي يقولها. تكلم وقال ابل انه في خلال ال6 شهور دي راح تنزل سماعه حقت الراس كبيره حقتها، راح تنزل الاير تاج، تكلمت عن كثير التايلز دي، القطع اللي تحطها في الجزه، تحطها معاك مثلا في البوك عشان تطلع البوك حقك اذا انسرق او شيء او ضاع. وتكلم عن الايباد الجديد، تكلم عن لابتوب ابل الجديد، تكلم عن الايباد الجديد، قلت الايباد والايفون الجديد، فتكلم عن الاشياء دي كلها انها بتنزل خلال النصف الاول من السنه. فابل في النصف الاول من السنه في عندها مارس، هذا هو يمكن نزلنا فيه التسريبات كلها، يمكن المؤتمر راح يكون بس حق الايفون او الايباد، يمكن الاير تاجز، وبرضه يمكن لابتوب ينزلونه، ما اتوقع ان اللابتوب ينزلونه، ينتظرون انتل ينزلون معالج جديد حقتها عشان ينزلونها في مي. فالمهم انه في خلال اول نصف من سنه 2020 احنا ننتظر الاشياء كلها هذه اللي قلت لكم عنها ان ابل تنزلها، بس هذا الفيديو. فانتظرونا في مارس التسريبات، ان تقول لك في نهايه مارس الايفون الجديد مع الاي او اس 13.4 اللي هو قاعد اسوي لك نسخه تجريبيه له، وال 13.4 راح ينزل في نهايه مارس مع الايفون الجديد الايفون 9، وهذا اعلان الايفون في نهايه مارس في 31 مارس، لكن تقريبا في 3 و4 ابريل وقت الطلب حق الايفون، فننتظر نشوف يعني بعدها بثلاث ايام اربع ايام، نفس كل مره تنزل المؤتمر وتقول لكم بعد ثلاث ايام اربع ايام الطلب المسبق حق. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، وكتبوا لي تحت في التعليقات شو الأجهزة المتحمسين لها. السلام عليكم.
ولا تنسوا المضادات.